يا هلا والله وحيا الله كل اللي يشوفونا على روتانا الخليجية. حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد معاكم إن شاء الله بنستانس فيها في كل يوم وفي كل فقرة وفي كل سؤال حتى بنسأله عشان بناخذ ونعطي مع الضيوف لنعرف من فين بدأوا فين انتهوا إيش صار عليهم ونبدأ من حيث انتهى الآخرون، وأيضا في أخبار وسوالف وكثير من الأمور اللي حنستمتع فيها. قبل هذا كله أمسي عليكم بالخير وأتمنى لكم يوم جميل، وأكيد أمسي على لمياء غالب. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب، واللي بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتميزة والمتجددة. وأكيد أقول لكم مع بداية أسبوع جديد ساعة كاملة راح نقضيها معاكم بكل حب. جميل إنه الواحد في هذه الحياة لم يكون يعني في كل مرة وفي كل أسبوع تحديدا، أنا أحس الويكند دائما يجدد لنا نشاطنا، يجدد لنا فكرنا، يجدد لنا حياتنا. فدائما كل واحد كل ما بيقعد في الويكند يكتشف في نفسه حاجات أو هوايات أو حتى حرفيات ما يعرف عنها، ممكن تكون موجودة من الصغر اندثرت ورجعت تاني، الواحد بيجددها من جديد. غير ما أتكلم أنا طبعا على العمل أو الشغل، لكن أتكلم على هوايات وحرفيات ممكن تكون كامنة وفجأة تطلع لنا على أرض الواقع. صحيح تراد، خصوصا في الفترة الأخيرة صرنا بنشوف كثير من الشباب والشابات واللي كانوا ضيوفنا في يوم من الأيام في حلقات ساعة شباب كانوا مستخدمين هوايات وحرف يدوية بيستفيدوا منها كشغل إضافي أو دخل مادي غير وظائفهم أو تخصصاتهم الأساسية اللي بتكون سواء في الجامعة أو في مجال العمل، وبيدخل لهم دخل جدا كبير هذه الحرفة أو هذه الهواية. وإذا تكلمنا يعني عن أبرز الحرف اليدوية اللي بيشتغلوا عليها كثير الشباب في الفترة الأخيرة ممكن تكون حرفة الفن أو الرسم أو فن الخط أو النقش أو النجارة. في النهاية بنشوف حرف كثيرة بيستغلوها الشباب حقيقة استغلال جدا جميل، أمور جمالية ويعني تكمل الأرض الحياة اللي احنا فيها وبشكل أجمل، ودمج بيحصل ما بين الدراسة والهواية وما في شيء مستحيل. سؤالنا اليوم سألناكم يا في تويتر أمس عشان نعرف إيش رأيكم في الموضوع وإيش الأمور اللي دمجتوها في حياتكم أو إيش اللي حابين تدمجوه، إيش الحرفة اللي ممكن ممارستها أو تمارسها كهواية بجانب عملك أو حتى دراستك. نشوف الردود، خلونا نروح لأول الردود. معانا من ولد جهينة يقول بصراحة أمارس تجديد الدراجات النارية وخاصة ذات الموديلات القديمة، وأيضا تعديل سيارتي الخاصة بي، هواية جميلة. صحيح. عندنا ألاء تقول أكثر هواية أحب أمارسها التصوير والغناء، وكل ما كان عندي وقت أحاول أطور شوي شوي فيها لما أصير محترفة بإذن الله. مساء السعادة. حلو، ولا توقفي. سعيد يا ألاء بإذن الله. مريم تقول أحب الأعمال اليدوية زي القص واللصق، وخصوصا إعادة التدوير وما بين تصوير ورسم، كمان متعددة الهوايات يا مريم، فممكن أدمجهم مع بعض وأستمتع وأستفيد. حلو جدا، يعطيك العافية. عندنا دقنا تقول الرسم والتلوين تنسي هم الجامعة وشغلها، وعمل حلا تغيير للجو الدراسي الروتيني كده، تخلي الواحد يروح ثاني يوم مرتاح نفسيا وعقليا. صحيح، وجسديا طبعا مع الحلا كده. حلو، نروح لأحمد يقول الرسم هوايتي المفضلة وعندي خبرة في مجالات متعددة زي السباكة، الحدادة، الرسم الهندسي والبرمجة. ويسعد لي مساكم مستر تراد والآنسة لمياء، وأكيد مساك يا أحمد. مساك يا أبو حميد، يا هلا والله. أيميد تقول كثير أشياء أحبها وممكن أمارسها زي كتابة الخواطر، المقالات والأبيات الشعرية، التصوير، الرسم، الطبخ، وبالذات الحلا وقت الطبخ. الله الله يحلى أيامك يا رب. سلافة إيش تقول الخط العربي بكل بساطة جميل. عنده واضحة هوايتها. أبير تقول من البيع والشراء وفي خبرة بسيطة في النجارة والسباكة. سبع صنايع والبخت ضايع. لا إن شاء الله البخت مو ضايع يا عبير. دائما أقول القاعدة هذه مهمة موجودة في حياتنا. أيوة أبدا. أيوة أبدا. عهد إيش تقول هواية هي الكتابة وأتمنى إني أكون كاتبة، وكمان تدريب الطيور، وتحياتي لكم. الله حلو تدريب الطيور. حطينا الطيور والله. حلو. جايب لي بجيين أنا في البيت مسوي لي شغب. أنت بعد بس. وضعي صار غريب. الجوهرة تقول أشياء كثيرة مثل كتابة الخواطر والقراءة بشكل يومي في الكتب الأدبية تحديدا. ويسعد مساكم أجمل الثنائي، ويسعد مساك يا أجمل جوهرة. طيب ايش السالفة الحرف هذا؟ ايش عندك حرفيات بس ابدعين وطلعين؟ والله تصدق انا ما فكرت في الموضوع هذا من كثر ما انا مشغوله. تعرف الانسان لما يكون مره مشغول في حياته عنده اولويات ما يقعد يفكر في الهوايات والحرفيات، بالعكس. بس احيانا تحاول انك تطلع من المود هذا، تحاول انك تغير شيء في حياتك،
تسوي اشياء، تكتشف اشياء جديده. يعني مثلا صراحه الجمعه لا لا خلاص ما راح اغني بعد اليوم انا طراد ابدا، خلاص اعترفت انه صوتي مو حلو. بس حقيقي في اشياء كثير ممكن تسويها بحياتك كذا تغير من روحك، تغير من الضغط اللي انت ممكن تحس فيه. يعني مثلا يوم الجمعه كنت قاعده العب في ملاهي. واو يا وحقيقي تغير ملاهي اطفال تحديدا وتغير كثير من النفسيه حقيقي. هذه انا والله انا اوقات انا اشيد فيها، اوقات المراجيح اللي على الشاطئ الكورنيش يا الله اقسم بالله، بس انت تمرجح دفتين بس حتنسى كل شيء سبحان الله. الدفه هذه اللي قدام ورا ترجعك مو دفتك وانت صغير في نفس المراجيح، دفتك وانت على بالكوفله لا حقيقي شيء مريح نفسيا كانك صحيح. يعني مرفه نفسك، وهي في الاخير مرجحه. في كثير من الحرفيات هذه ممكن تكون من الالعاب الهوايات اللي ممكن الواحد يحب يمارسها، لو تطورت شويه ممكن توصل لبنجي جب. ان شاء الله نشوفك كذا بتنط ان شاء الله نطه جميله لم تنتهينا بالله لا كذا كفايه. او ممكن تكون هوايات ثانيه يعني، فهي تختلف ترى من شخص لثاني. والمهم انه احنا نعرف ايش نحب نكامل في حياتنا مع دراستنا وعملنا، لانه ما ينفع الحياه تكون كلها دراسه ولعب، دراسه عفوا من قاعد يفكر في دراسه وعمل دراسه ولعب، بس انت ما انت تقولها دراسه وعمل ما ينفع من كثر اللعب اللي في حياتي. فحقيقي الواحد من جد لازم يكسر هذه الحياه بالروتين او الروتين اللي هو عايش فيه بحاجه سويت. صحيح، خصوصا يعني ضيوفنا اللي بيكونوا معنا كل يوم حقيقي بنتعلم منهم شيء جديد. وبجانب اعمالهم اللي دكتور واللي مهندس واللي بيشتغل في قطاع خاص واللي في قطاع حكومي، وفي النهايه بتجمعهم كلهم هوايه ممكن تكون مشتركه، ممكن تطلعهم من ضغوطات العمل اللي بيحسوا فيها، وبالنهايه يجددوا فيها نشاطهم والحياه تستمر اكيد بعد كذا. طبيعي نكمل مع بعض الردود، نكمل شوف ايش في حاجات تحفون فيها. ساره بنت فهد ايش تقول؟ تجفيف الأعشاب والورد تعلمتها من النت، حاجة ممتعة والله ولها أشكال كثير، وممكن تطلبون أغراضها من المواقع. الله هذا فن، شفت اللوحات اللي بتجفيف الأعشاب والورد؟ صحيح. لوحات فنية تطلع منها صادقة. حلو. جدا جميل. غدوش شهري تقول أكثر هواية أحب أمارسها خلال تواجدي بالمدرسة، أحب أصور لما تكون في احتفالات بالمدرسه واطور من نفسي اكثر واكثر. ممكن تصير مصوره الرسميه للمدرسه، ليش لا يا غدوش؟ جميل. حلو يا غدوش. نروح لزوز الزهراني تقول بما اني عاطله احب زراعه الزهور واحب اتنكس. ويسلم مساكم الله عليك يا زوز، تعجبني الصراحه يا جماعه الصراحه حلوه. شوف المزاج هنا ذكر مزاج اخر، الرسم على الزجاج. حلو في زي كذا ترى مره حلو. اي ما في زي كذا. همسة براءة طب ايش تقول؟ اعشق الكتابة والرسم، اروح المدرسة او اي مكان وهي معايا اكتب عن حياتي اليومية. ويسعد مساكم احلى ثنائي واكيد مساك يا همسة براءة. شوشة تقول في وقت فراغي احب اسوي كيك ومعجنات، وفي كل مرة احب اتعلم صنف جديد زائد كتابة الخواطر. ما تحس الاثنين هاي دائما يجتمعوا، كتابة الخواطر والكيك او الكيك؟ ما اعرف ليش. هوايات سوزان تقول أعشق زرع النباتات وتنسيق الورود، ومن عشقي لها عملت لي حديقة زغطورة في حوش بيتنا. هي قصدها زغنطوطة. ومساكم وردي أهضم ثنائي، وإن شاء الله يا رب الحديقة هذه تكبر وتصير يعني بستان من الورود. زغطورة؟ زغطورة ايش قصدها؟ ايش قصدها؟ زغطورة يعني صغيرة. زغطورة يعني صغيرة؟ ايوه. بس باللبناني هاي ولا شو؟ باللبناني زغطورة يعني صغيرة. ايه؟ فأوكي فهمت هلا. أهم شيء كنا نتكلم لبناني بس حقيقة ما أعرف، ما كنت أعرف. وشكرا لك أحمد. كانت زغطورة ولا بيورة ما أعرف كيف تكون هذا. أهم شيء تطلقوا هواياتكم إيش ما كانت. أنا أبغى أعرف سر الخواطر مع الكيك إيش فكرته. حنود ممكن تفيديني؟ إن شاء الله راح تعرف مع الأيام احتمال تراد، بس احتمال يعني الحلا والكيك يجيب إيحاءات. أنت بتسرقي كلام العنود وتقولي حلا لأن الناس مو سامعينه. أنا بسمع لأنه مو سامعينه. مستحيل فنقول كلامها. هذه هواية جديدة سرقة كلام الناس. نحن أنا وأنت بنسمع، الناس مو سامعيننا طراد، فلازم نقول لهم الكلام اللي بسمعه. شفتي ليش قاعد اسوي؟ يعني ما بيسمعوا. شفتي ايش قاعد اسوي؟ اسوي كذا يعني اوري الناس انا بسمع عشان حقول لكم. على فكره احد من هواياتي اللي تكسر بها اجواء الخلافات. لا ما صدق طراد، لسه احد، لسه قدامنا اسبوع طويل. اسبوع طويل. بس حقيقي نرجع لموضوعنا الاساسي والحرفه اللي ممكن تمارسوها عشان يدخلكم منها دخل اضافي. يعني صراحه انصحكم كثير في هذه الحرف، لانه حقيقي صرنا بنشوف الفتره الاخيره شباب وشابات مبدعين جدا في هذه المجالات، بنشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي. تعرفي ايش سويتي دوبي؟ سويتي مخرج 13.
يعني حبيت الحركة بس ما تمشي معي لمي. قولي ايه ايش تسوي؟ قولي قولي ايش تسوي في وقت الفراغ؟ تركب الليجو. تركب الليجو والله الله. عنود لو انت لو اجتمعنا في استوديو هنا على لعبة بازلز ولا شيء ترى نخلصها سريع، ترى انا اعشقها. انا اسوي بيت قصر بالليجو برضو. انت اوف اوف والله. لا متعه 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 متعه. تعرفوا ايش كمان؟ تعرفوا دفاتر التلاوين؟ مو اللي احنا صغار، لا، دفاتر التلاوين اللي الان اللي تجي جاهزه وتتلون. تجي جاهزه. ايش تقول لك؟ اصلا هاي دفاتر الالوان عشان تطيع كل الاسترس اللي عندك. اذا كنت كان عندك ضغط، اقسم بالله انا جربتها. فرق اكون مثلا مضغوطه وتنسى وحاجه زي كذا، ابدا الون كذا في حاجه بحكم اني رسام سابق يعني، اقعد الون 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 الى ان اوصل لمرحله فجاه الاقي عدى ساعه ونص وانا ماني داري عن نفسي. ايوه صح. وهدوء صار في استرخاء غريب. وقت طويل من يومك وما تحس بوقتك، في النهايه تحس انك طلعت كذا ضغط كان فيك طلع في التلوين. بس انا انصحك لازم تروح تلعب ترى. ايش لازم يوم تروح تلعب مراجيح؟ لا لا مو مراجيح او تلعب في العاب الاطفال. صدقني صدقني راح يطلع منك كميه ضغط، يعني راح تحس انك رجعت طفل ورجعت لايام الطفوله مره ثانيه، وتجددت اشياء كثير في حياتك وتغيرت ممكن مفاهيم كثير في حياتك. صادقة. فحاول انك كذا تلعب شوي. والله ما أن خصوصا اصحابي يسموني الشايب، ممكن شويه ارجع شويه شويه ارجع شباب، بس مجرد بفكري. عموما احنا حنرجع من جديد نجدد لكم افكاركم وكل امور اللي انتم حابين تسالوا عنها من خلال فقراتنا في ساعه شباب بعد الفاصل. بس انا لا قبل ما تفصل قاعده اتعلم مفاهيم جديده معك. ايش يعني مخرج 13؟ هذه يقول لك بعد بعد الفاصل. طيب. بعد الهواء ان شاء الله في ساعه شباب حنكون معاكم، لا تروحوا بعيد.